ما هي التوقعات وهل سنرى مفاجآت في الساعات الأخيرة؟ وبهذا السؤال ننتقل إلى الزميلة رماح مفيد من أمام الكنيسة. أهلا بك رماح، هل تنتظرنا مفاجأة في الساعات الأخيرة؟ في الحقيقة مريم، يعني يمكن القول بأننا انتقلنا من مرحلة التوقعات بأن تحمل هذه الساعات المتبقية لانتهاء المدة الزمنية لتشكيل حكومة يعني في صالح بنيامين نتنياهو إلى مرحلة أخرى. أننا نشهد الحرب على لمن سيمنح رئيس الدولة ريوفن ريفلين التوصية لتشكيل الحكومة هذه المرة. هذه الحرب بدأت، ونتنياهو طبعا يعرف جيدا بأنه لن يعني تحمل هذه الساعات له بأي مفاجآت. ويعني إثباتا على ذلك مريم، هي المرة في يعني سن القوانين من خلال اللجنة التنظيمية في الكنيسة، وهذه أول مرة يعني تقريبا منذ سنوات طويلة تقوم اللجنة التنظيمية داخل الكنيسة في طرح قوانين عديدة، من ضمنها توسيع الاستيطان والمستوطنات في الضفة الغربية، ومن ضمنها أيضا قوانين تهم اليمين. هذا يعني أنهم عرفوا بأن مدتهم وصلاحيتهم على هذه اللجنة قد تنتهي، وأنها سوف تصبح بيد قيادة أخرى، وبذلك هي تريد أن تنجز المهام أو القوانين التي تهمها. وأيضا الصراع على الانتخابات المباشرة، نقل الانتخابات إلى انتخابات مباشرة، كل هذه التفاصيل مريم تؤكد بأننا الآن نشهد حرب على توصية رئيس الدولة ريوفن ريفلين لمن سيمنح التوصية بعد نتنياهو لتشكيل الحكومة. غالبا ما يتوقعه الآن هو الصراع بين نفتالي بنت رئيس حزب يمينة، وهو رئيس أو صاحب المقاعد السبعة ليس أكثر من ذلك، وبين يائير لابيد الذي يصر بأن تمنح هذه التوصية من قبل رئيس الدولة له. إذا ما منحت مريم التوصية لنفتالي بنت، فإننا سنشهد يعني حرب جديدة، بداية اللعبة من جديد كما أدارها بنيامين نتنياهو. سوف تكون كل الاحتمالات مفتوحة، وليس من المتوقع أن يذهب نفتالي بنت بتشكيل حكومة مع يائير لابيد كما يعني خاض هذه الفترة بمفاوضات بينهما وكشفت عن عدم الثقة بينهما. إذا الحرب بين نفتالي بنت ويائير لابيد على توصية رئيس الدولة. نعم. ويمكن القول مريم، إذا رماح أنت تتحدثين عن كتلة التغيير في خلاف يريد أن تمنح التوصية لنفتالي بنت. نعم رماح، أنت تقولين أن يعني كتلة التغيير الآن في خلاف، يعني هي ليست مهيئة في حال يعني منح روبن ريفلين التفويض لأحد يعني لنفتالي بنت أو للابيد. يعني يمكن القول أن كتلة التغيير بقيادة يائير لابيد تريد أن تحصل هي على التوصية من رئيس الدولة. نفتالي بنت من جانب آخر، رغم أنه لا يشكل أو لا يمثل أكثر من سبعة أعضاء، يريد أن يحصل عليها هو. بنيامين نتنياهو يفضل أن يكون من يحصل على التوصية نفتالي بنت، وأن تبقى الحكومة بأيدي اليمين. يائير لابيد من جانبه لا يثق بشكل كامل بنفتالي بنت، الذي امتنع من التصريح بشكل علني بأنه لن يجلس في حكومة واحدة مع بنيامين نتنياهو. اللعبة مفتوحة على مصراعيها من جديد مريم، هنا صراع بأن من سيحصل على المقعد، وهذا يعني الكثير. إذ كان نفتالي بنت فإننا قد نشهد إعادة محاولة تشكيل حكومة يمين، إن كان يائير لابيد فسوف نشهد ربما حكومة واحدة، ولكن التخبطات يعني الصعاب الأيديولوجية والاختلافات الأيديولوجية قد لا تمنحها عمر طويل وعمر مديد، أو إن كانت سوف تعيش طويلا سوف يسيطر عليها اليمين، خصوصا أن نفتالي بنت يريد أن يسيطر على وزارة الداخلية، وزارة القضاء، وزارة الأمن، وهو يريد أن يكون هو من يقود حكومة اليمين. ويائير لابيد شاهدنا أنه يرفض الكثير من مطالب نفتالي بنت. إذا عدم الثقة هذا الذي يبدو بين الطرفين يعني لا يمنحنا أي يعني طمأنة بأننا سوف نشهد أي حكومة من الحكومات. لا تزال إمكانية وجود حكومة خامسة مطروحة على الطاولة. نعم، حكومة خامسة أو انتخابات مباشرة، والتي كان عليها التصويت اليوم، أين وصلت هذه القضية؟ القصد هو انتخابات خامسة، ربما هي ما تنتظرنا. ونحن نعرف مريم بأن رئيس الدولة قد ينظر إلى نفتالي بنت أنه من اليمين، يحسب على اليمين، وبأنه قد جرب منح مقعد أو توصية تشكيل الحكومة لليمين مع بنيامين نتنياهو، وربما تكرار التجربة سوف يعيدنا إلى نفس النتيجة. وهنا ترتفع نسب يائير لابيد بأنه من سيحصل على هذه التوصية. حتى الآن لا يوجد أي نتائج يعني من اللجنة التنفيذية
من اللجنة التنظيمية داخل الكنيسة حول التوصية، ولكن هناك أيضا صراع على صوت الموحدة لمن سوف تصوت، بعد أن كان نفتالي بنت قال بأن الموحدة سوف تصوت لصالح قانون الانتخاب المباشر. الموحدة أعلنت بأنها لن تصوت لصالح هذا القانون، وحتى الآن لم نشهد طبعا بشكل نهائي قرار أو لم تبدأ عملية التصويت. شكرا لك رماح مفيد، وستكونين معنا في حال يعني في مستجدات أخرى. شكرا لك الآن.